ما استوقفني ان المؤتمر كان يعني شامل وواضح فيما يخص الماضي والحاضر ومستقبل المتحدة للخدمات الإعلامية. تم الحديث عن الفترة من 2016 حتى 2021، وبلغة الأرقام ان الشركة كانت في هذا التوقيت كانت بتحقق خسائر تصل الى 460 مليون جنيه. التدابير والإجراءات الإدارية وأيضا تطوير المحتوى وان هي تتعامل الشركة بشكل احترافي، ده كله قلص الخسائر وحولها بالفعل إلى مكاسب وصلت في 2021 إلى 256 مليون جنيه وفق المهندس حسام صالح مقال ووفق الأرقام. الناحية رقم 2 أنه أصبح هناك تارجت أو هدف بتسعى إليه الشركة في الفترة القادمة، أوله أنه يكون البعد الاجتماعي، الحاجة رقم 2 البعد المهني، انها تستعين باصحاب المهن وتعمل بروتوكولات تعاون مع النقابات زي نقابه الاعلاميين نقابه الصحفيين المهن السينمائيه والتمثيليه علشان تستعين بافضل العناصر النقابيه علشان تقنن اوضاع عمليه، علشان ايضا تخضع العاملين والكوادر اللي موجوده فيها للتدريب المستمر لتطوير ادائهم. وايضا تم الاعلان عن انشاء صندوق للتامين على او ضد حالات العجز والبطالة. طبعا الصندوق طبعا هيكون مهم جدا وهيقف بجوار أبناء هذه المهن في الفترة القادمة. اتساع أيضا القدرة الدرامية زي ما قال المهندس حسام صالح من 15 أو 16 عمل درامي إلى ما يزيد على 30 عمل درامي في الفترة القادمة، هيفتح دائرة المنافسة والمشاركة للمنتجين والفنانين المصريين. كل دي أمور مهمة جدا، وأهم النجاحات أن المتحدة استطاعت في فترة وجيزة رغم كل هذه الأحداث لأنها تعيد بالفعل الريادة للدراما المصرية.